قال صلى الله عليه وسلم إلا القبر ضمه، فمن نجا منها لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. هذا الحديث مشهور عند العلماء، مشهور عند العلماء، وعلى تقدير صحته فإن ضمة الأرض للمؤمن ضمة رحمة وشفقة كالأم تضم ولدها إلى صديها، أما ضمتها للكافر فهي ضمة عذاب والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا دفن أتاه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، أسأل الله تعالى أن يجعل جوابي وجوابكم هذا. أما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب أعاذنا الله وإياكم من هذا، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فيضيق عليه قبر حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، يدخل بعضه في بعض من شدة الضم. ففرق بين ضم الأرض للكافر أو المرتاب وضمها للمؤمن. لأن سعد بن معاذ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه اهتز عرش الله تعالى لموته، كما قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. وسعد بن معاذ رضي الله عنه له المقامات العظيمة، فإنه كان سيد الأوس، وكان حلفاؤه بني قريظة، ولما استسلم بنو قريظة على أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنا منهم أن يكون سعد بن معاذ مثل رأس المنافقين عبد الله بن أبي الذي أمن حلفاؤه من اليهود، قالوا نرضى بسعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في أكحله في غزوة الخندق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لأنه غال عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني ببني قريظة رضي الله عنه. فلما رضوا بحكمه عن اليهود أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وجيء به من المسجد النبوي على حمار، ولما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار، ثم جلس للمحاكمة. لما جلس والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على يمينه والقريضة عن يساره، قال: حكمي نافذ على هؤلاء؟ يشير إلى بني قريظة، قالوا: نعم حكمك نافذ. فقال: وعلى هؤلاء؟ ويشير وهو قد غض بصره احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم. فقال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وتسبى ذريتهم. حكم صارم مع أنهم هم ايش حلفاء، لكنه حكم بما يرضي الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ فيهم هذا الحكم وقتلهم في المدينه، قتل نحو 700 رجل من اليهود. ثم بعد ذلك انبعث الدم من العرق في سعد بن معاذ وتوفي. سبحان الله، استجاب الله دعاءه فلم يمت حتى أقر الله عينه ببني قريظة ورجعوا إلى حكمه. فلهذا قال لو إن صح الحديث لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حديث الصحابي الذي حضر جنازة 70,000 ملك عندما دفنه الرسول وقال لقد ضم ضمة لو سلم منها أحد ما سلم منها، هل هذا حاصل جميع البشرين؟ أما كونه حضر 70,000 ملك فهذا لا أعرف، أما كونها ضمة فهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس، ومعروف قصته مع بني قريظة الذين كانوا حلفاءه حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغزاهم وحاصرهم أكثر من 20 ليلة، فلما تعبوا من الحصار سألوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان سعد رضي الله عنه في خيمة له في المسجد لأنه أصيبت أكحله في يوم الأحزاب، فبنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قبة، يعني خيمة في المسجد ليزوره عن قرب. وكان رضي الله عنه لما سمع بأن بني قريظة وهم حلفاؤه نقضوا العهد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم، يعني بأن يؤخذوا. لما طلبوا أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن حلفاءك أرادوا أن ينزلوا على حكمك، يعني أخبره بذلك أنهم طلبوا أن ينزلوا على حكمه. فجاء رضي الله عنه من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان بني قريظة على حمار، راكبا على حمار، فلما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه ونزل، ثم اجتمع رؤساء اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وكان اليهود ينتظرون أن يحكم سعد فيهم بما حكم به عبد الله بن أبي في بني النضير، لكن فرق بين عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما حضروا قال حكمي نافذ عليكم، يشير لليهود، قالوا نعم، قالوا على من هنا؟ ولا قال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه، ما قال حكمي نافذ على الرسول، وعلى من هنا؟ قال نعم. فقال أأحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم نفذ حكمه فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية، وبعد ذلك انبعث الدم من جرح سعد بن معاذ ومات رضي الله عنه. يعني بقي، استجاب الله دعوته، أقر الله عينه ببني قريظة حتى صار حكمهم بيده، ولما حكم وانتهت قضيتهم انبعث الدم فمات رضي الله عنه. ويذكر أن عرش الرب جل وعلا اهتز لموته، الله أكبر. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. نعم. أما الضمة فقد ورد أن القبر ضمة، ولكن فيما أذكر أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن الحديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب الصواب فسأله في قبره. فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما يدخل يضم ثم ينطلق. وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها.
يعني مو ضمن يؤلم أو يؤذي. نعم، نسأل الله يجعلنا لكم من السعادة. نعم.